مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هذا الصباح، لقائنا اليومي الصباحي المعتاد على شاشه النيل الاخبار، واللي بنتناول فيه مجموعه من اهم واخر الموضوعات المطروحه على الساحه، وبالتاكيد على راسها تطورات الاوضاع في قطاع غزه والعدوان الاسرائيلي الغاشم. واخيرا وبعد قرابه 50 يوم تقريبا من العدوان، بتنجح الجهود والوساطه المصريه في التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وقف مؤقت لإطلاق النار، وسط إشادة وترحيب دولي كبير بالجهود المصرية اللي نجحت في التوصل لهذه الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة، وأيضا دعوات دولية كثيرة لاستغلال والاستفادة من هذه الهدنة لمحاولة التوصل لوقف تام ونهائي لإطلاق النار. هنتابع تطورات الأوضاع في غزة، ولكن أيضا هنتابع مجموعة أخرى من الموضوعات، وكالعادة بنبدأ حلقتنا بمجموعة من الأخبار والتقارير. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بالقمة افتراضية لمجموعة العشرين بضرورة تطوير وإصلاح النظام العالمي والهيكل الاقتصادي والمالي الدولي. إنما نشهد اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم، والتي تنعكس سلبا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية. لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمرا لا مفر منه. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب العمل من أجل مواجهة تحديات وأزمات خطيرة باتت تفرض نفسها على العالم. لم يعد الصمت خيارا إزاء من دلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيا واقتصاديا. ودعوني أقول لكم أننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقف الصدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنساني وقيام العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة. وبنروح لآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دور مصر بالوساطة المشتركة اللي أدت للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة. وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. في القاهرة أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ترحيبهما بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، مطالبين بضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. وأبدى الزعيمان خلال جلسة مباحثات ثنائية رفضهما التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة، مشددين على ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات. رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة
في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. هذا وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقد غادر جلالة ملك الأردن عقب انتهاء المباحثات. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجبي إن إطلاق سراح أي من رهائن 7 أكتوبر في غزة بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع المقاومة الفلسطينية لن يتم قبل يوم غدا الجمعة. يذكر أنه بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية التي ستستمر 4 أيام ستطلق المقاومة الفلسطينية المسلحة 50 رهينة من النساء والأطفال ممن تم احتجازهم يوم 7 أكتوبر الماضي، مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن 150 أسير فلسطيني من النساء والأطفال. بعد 46 يوما من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتتويجا لجهد شاق ومثابرة، أعلنت مصر عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة وقطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية مدته المبدئية 4 أيام. بدأت المفاوضات خلال أيام من وقوع هجوم 7 أكتوبر، لكن التقدم المحرز كان بطيئا لأن الاتصالات بين الطرفين المتحاربين تعين إجراؤها عبر القاهرة أو الدوحة بخصوص كل تفصيلة يتم حسمها، مثل الحصول من حماس على قائمة كاملة بمن سيفرج عنهم. إن نجاح هذه الجهود بعد كل هذا المخاض العسير يعني أن حل القضية الفلسطينية يبدأ من القاهرة التي كانت أولى الدول تحركا على المستوى الدولي والإقليمي حين استضافت قمة القاهرة للسلام. وبموجب الاتفاق ستفرج حماس عن 50 امرأة وقاصرا، منهم 3 أمريكيين من أصل 240 تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، وذلك بواقع 12 رهينة يوميا طوال أيام الهدنة الأربع، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين الذين تحتجزهم في سجونها. وستعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على تسهيل الإفراج عن الرهائن المتوقع نقلهم عبر معبر رفح، في حين أن السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم ربما تنقلهم حافلات إلى المقر الرئاسي للسلطة الفلسطينية أولا، مثل ما كانت الحال في عمليات الإفراج السابقة. وقدمت إسرائيل قائمة بها أسماء نحو 300 سجين فلسطيني ربما يفرج عنهم، وهو عدد مساو لمثلي عدد النساء والقُصر الذين وافقت على الإفراج عنهم في بادئ الأمر، وأشارت إلى أنها تتوقع الإفراج عن أكثر من 50 محتجزا بموجب الاتفاق. وذكرت إسرائيل أن وقف القتال سيمدد بواقع يوم مقابل الإفراج عن كل دفعة من نحو 10 رهائن. وقالت حماس إن إسرائيل وافقت على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من 10 صباحا حتى 4 مساء في كل يوم من أيام الهدنة، ووقف حركة الطيران تماما فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة بالكامل. وذكرت حماس أن إسرائيل وافقت على عدم مهاجمة أو القبض على أي شخص في غزة، وأن الأشخاص بوسعهم التحرك بحرية بطول شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي الذي سلكه كثير من الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة عندما أطلقت إسرائيل عدوانها البري. وخلال الهدنة تدخل شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة الذي يعيش فيه 2.3 مليون نسمة يعانون من نفاد الغذاء.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إنه سوف يواصل القتال بقطاع غزة حتى تحقيق ما وصفه بالنصر الكامل. نحن نفوز وسنواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل. برأيي فإن هذا القرار والعلامة التي نظهرها للرهائن هي علامة على قوة المجتمع الإسرائيلي. وللمزيد من المتابعة والحديث عن الهدنة المؤقتة معي عبر الهاتف الدكتور إسماعيل تركي خبير العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل صباح الخير. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم معنا على شاشة النيل للأخبار. وهدنة لمدة 4 أيام أخيرا تم التوصل إليها بوساطة وجهود مصرية حثيثة ومتواصلة على مدى العدوان لتخفيف المعاناة الإنسانية ومحاولة إدخال المزيد من المساعدات والإغاثة لأهالي قطاع غزة المنكوبين، ولكن هذه الهدنة بتتضمن بعض الشروط. تعليقك على هذه الهدنة ودورها في هذا الصراع وتوقيت أيضا هذه الهدنة، وهل ستستطيع سنستطيع الاستفادة من هذه الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه يعني ببدء سريان هذه الهدنة اللي تمت بجهود مصرية ووساطة عدد من الدول الأخرى منها الأمريكية والقطرية، يعني بننتقل لمسار آخر وهو نزع الذريعة التي استمرت إسرائيل بسببها في تدمير القطاع على مدار 47 يوم بقصف متواصل صاروخيا وجويا بالطائرات، وهو كان السبب الرئيسي والهدف المعلن هو تحرير الرهائن أو الأسرى لدى حماس. وكان الرد الإسرائيلي المتعرف عليه لكل الدول العالم أنه يجب القضاء على حماس ويجب تحرير الأسرى دون قيد أو شرط، ودي كانت ذريعة كبيرة لاستمرار إسرائيل في القصف ومحاولة تحريرهم بالقوى العسكرية الإسرائيلية. بدء سريان هذه الهدنة والاتفاق على هدنة لتحرير أو لتبادل عدد من الأسرى الإسرائيليين وعددهم 50 على مدار 4 أيام بوقف كامل لإطلاق النار، كده هيدينا فرصة انه باقي الأسرى ممكن التفاوض من أجلهم واخراجهم بنفس الوساطة وبنفس الطرق وبنفس الشروط أو حتى بشروط مختلفة، ولكن بدأنا في مسار تفاوضي وهو ما كانت ترفضه إسرائيل منذ بداية العملية في ردها الانتقامي، واللي كانت مصرة ألا تكرر يعني صفقة جلعاد شليط ويتم تحرير الأسرى دون قيد أو شرط. وبالتالي يعني نحن انتقلنا إلى المربع الثاني في مسألة التفاوض على تحرير الأسرى، وبالتالي لم يعد هناك ذريعة لاستمرار الحرب، على الرغم من أن المؤتمر الصحفي أمس الحكومة الإسرائيلية الكل أعلن فيها أن إسرائيل لا تلتزم بوقف دائم لإطلاق النار وأنها استطاعتها استمرار الحرب بعد يعني انتهاء هذه الهدنة. وده اللي صرح بيه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه هيواصل القتال حتى تحقيق كافة أهداف إسرائيل وتحقيق النصر الكامل. سؤالي هنا، زادت الضغوط المصرية والأردنية والدولية بشكل عام على الولايات المتحدة وإسرائيل في الفترة الأخيرة من العدوان في الأسابيع أو الأيام الأخيرة، إلى أي مدى كانت قوة هذا الضغط على الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وما ملامح هذا الضغط من وجهة نظرك؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه يعني الجهود المصرية مع المجموعة العربية وتحديدا مع الأشقاء في الأردن أعتقد أنها كانت الصخرة التي تحطمت عليها الخطة الإسرائيلية القاضية بالقضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول الجوار ومنها سيناء بالطبع، واللي يعني شهدت رفض كامل من الدولة المصرية وبذلت مجهود كبير. أعتقد أنها كانت معركة دبلوماسية ضخمة في الأوساط الدولية وفي المنظمات المتعددة الأطراف وبكل التحركات المصرية اللي بدأتها بمؤتمر القاهرة للسلام في 21 أكتوبر واللي أعلنت رفضا تاما
لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر ولن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لإسرائيل بالقضاء على القضية الفلسطينية بتهجير أهلها، سواء كان بشكل طوعي أو حتى تحت القصف، وهي كانت ما كانت ترغبه إسرائيل أنه حتى لو لم يكن هناك موافقة طوعية ستكون تهجير الفلسطينيين في القطاع تحت القصف الإسرائيلي اضطراريا. وزي ما حضرتك قلت أنه المجموعة العربية يعني شدت على عضد الدولة المصرية خاصة الأردن، وهي يعني الدولة الأخرى التي كان ينوي الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان الضفة إلى أراضيها، وبالتالي يعني جاء هذا الرفض العربي وهذا الرفض المصري القوي يعني إعلان صريح لا لبس فيه أن هذه الأمور خط أحمر ولا يمكن السماح بها. وكان هناك القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض واللي انبثق عنها المجموعة الوزارية التي يعني زارت عدد من الدول منها الصين ومنها روسيا، وتم التنسيق مع عدد كبير من الدول لإيصال الرسالة العربية أن العالم أجمع ضد عملية التهجير وأنه مع إقامة الدولة الفلسطينية. وأنا بعتقد أنه ده مع كامل أو كل الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة من الناحية الإنسانية هي ما أدت إلى الضغط الشديد على الحكومة الأمريكية وعلى الحكومة الإسرائيلية بسبب هذه الانتهاكات الإنسانية الضخمة التي يعني تلقى لجرائم الحرب. وبالتالي اضطرت إسرائيل للقبول بهذه الصفقة لتبادل الأسرى، رغم أنه في البداية كانت الأهداف الإسرائيلية هو القضاء على حماس وتحرير الأسرى دون قيد أو شرط. وبالتالي هو يعني تراجع شديد من الحكومة الإسرائيلية، وده اللي كان واضح في المؤتمر الصحفي أمس للحكومة الإسرائيلية واللي حاولت تبرر بشكل كبير لماذا قبلت هذه الصفقة، وأنه كان قرار صعب ولكنه في النهاية صحيح نتيجة الضغوط المصرية العربية الرافضة للخطة الإسرائيلية والضغوط الأمريكية التي أصبحت تشعر مع الإدارة الأمريكية أنها معزولة عن العالم بهذا الدعم الأمريكي اللامحدود للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي ضغطت من أجل تمرير هذه الصفقة في شروط إنسانية بحتة. أعتقد أنها بداية جيدة للبدء في مسار تفاوضي بعيدا عن القصف. الكل يأمل أن تستمر المفاوضات بعد نهاية أو إتمام هذه الصفقة على مدار 4 أيام لاستكمال تحرير باقي الأسرى ونزع الذريعة التي تتحجج بها إسرائيل في استكمال القضاء على القطاع يعني استكمال خطتها القضية بالقضاء على يعني القضية الفلسطينية برمتها. صحيح. أعتقد أنه الوقفة المصرية ضد هذه الخطة والجهود المصرية التي بذلت وفتح معبر رفح وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات وهذه الزيارات المكوكية والاتصالات الدولية بالقيادة المصرية وما يقوم به السيد وزير الخارجية للتحدث مع كافة دول العالم، أنا أعتقد أنها كمان ما ننساش يعني هذا التزايد في الغضب الجماهيري في كافة العواصم العربية والغربية واللي بدأت تشهد مظاهرات. هل كان لهذا الغضب الشعبي دكتور إسماعيل دور فيما وصلنا إليه الآن من هدنة مع تزايد أو تغير المواقف الشعبية العالمية ووضوح الصورة لديهم من وحشية الاحتلال؟ رأينا كم المظاهرات الحاشدة في كبرى عواصم الدول الأوروبية وأيضا في أمريكا المنددة بالعدوان الإسرائيلي والمؤيدة لأهالي غزة وللقضية الفلسطينية، هل كان لهذا التغير الشعبي دور فيما وصلنا إليه الآن؟ بالطبع، يعني خلينا أقول لحضرتك أن المظاهرات ضربت العواصم العالمية منها لندن وباريس وإيطاليا وواشنطن نفسها التي شهدت أكبر مظاهرات تأييدا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني ولإيقاف هذه المذبحة التي تتم على أيدي القوات الإسرائيلية، حتى أن علامات الدم التي يتم الإشارة إليها على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في قتل الأطفال، يعني هذه المذابح التي سقط منها أكثر من 6000 طفل في من القتلى في القصف الإسرائيلي لكل الأماكن في القطاع غزة. أنا بعتقد أنه هذا الضغط اللي يعني خفض
شعبية الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن إلى أكثر من 70%. الكل ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة يتم الإعداد لها. بالتالي أنا بعتقد أنه الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية شعرت بهذا الخوف الرهيب من يعني ازدياد الغضب الشعبي جراء ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إسرائيلية، وأن الكل كان يعلم أن الولايات المتحدة شريك بإعطاء الضوء الأخضر يعني السماح لإسرائيل باستمرار هذا القتل، وحتى كمان أنها كان يعني واضح للعيان أن الولايات المتحدة تدخلت في مجلس الأمن أكثر من مرة لاستعمال حق النقد الفيتو لإفشال قرارات مجلس الأمن القاضية بوقف إطلاق النار، وبالتالي لم تستطيع الولايات المتحدة أن تنفي عن نفسها مساعدتها لإسرائيل بعد تحريكها قطع يعني حاملة الطائرات الحربية، ودعم إسرائيل بهذا الدعم الضخم الذي تعدى 14 مليار دولار في أول أيام العملية العسكرية. الكل شعر بخوف شديد على مكانته وعلى عزة الولايات المتحدة، حتى أن الدبلوماسية الأمريكية شهدت انشقاقات وهناك من تقدم باستقالته، وبالتالي يعني حاولت الولايات المتحدة في النهاية أن تضغط نتيجة الضغوط العربية والضغوط المصرية لمحاولة إيقاف هذه الهجمة الشرسة وما تقوم به إسرائيل. في يعني صفقة تبادل أسرى كانت الحكومة الإسرائيلية ترفضها تماما، وكانت صحيح. تريد أن تتم أو أن يتم القضاء على القطاع بأكمله وتحرير الأسرى أو حتى قتلهم، لم يكن الأمر يعنيها بشكل كبير. طيب، بالحديث عن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن، سؤال مباشر، هل يتعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الموقف ومع القضية الفلسطينية برمتها باعتبارها ورقة انتخابية يستغلها لكسب الانتخابات القادمة؟ يعني أنا بعتقد أنه الإدارة الأمريكية تحديدا الديمقراطية لديها إيمان قوي بضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل، وأن إسرائيل تخصهم أكثر من أي شيء آخر. يعني الحفاظ على أمن إسرائيل يأتي في مرتبة أولى، خاصة ونحن نعلم أن الرئيس جو بايدن تحديدا قد يكون بسبب تقدم السن، بسبب بعض يعني التأثير اللوبيهات المختلفة، سواء كان لوبي السلاح أو لوبي الأدوية أو لوبي النفط أو لوبي حتى ما يمكن أن نسميه اللوبي اليهودي اللي بيضغط على النخبة الأمريكية والإدارة الأمريكية. أنا بعتقد أنه في لحظات معينة تتصرف الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن عكس ما تقتضيه مصلحته كرئيس عينه على الانتخابات فيما يخص دعم إسرائيل. يعني ما تم من الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الفترة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر عكس تماما ما كانت الضرورة للمضي قدما في انتخابات رئاسية أمريكية. انحازت الولايات المتحدة بالكامل عكس المصالح الأمريكية نفسها مع الشركاء والحلفاء في المنطقة العربية وفي كل دول العالم، لقد تأثرت صورة الولايات المتحدة بشكل كبير وبان انعزالها بشكل ضخم داخل الأمم المتحدة، وحتى في الزيارات الخارجية التي يتم إجراءها هناك عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا بدأ في قطع العلاقات مع إسرائيل. وبالطبع النظرة إلى الولايات المتحدة كونها يعني وسيط وشريك أساسي لحفظ الأمن والسلام في المنطقة تغيرت كثيرا واهتزت كثيرا وتأثرت كثيرا، ولكن هذا هو عهدنا بالإدارات الأمريكية والنخبة الأمريكية تحديدا أنها تقدم دعم إسرائيل وتقدم حماية أمن إسرائيل حتى على المصالح الأمريكية. وده يمكن من العام يعني 2000 كنا نتابع التقارير الآتية من الولايات المتحدة ومن الخبراء الأمريكيين الذين أكدوا أن الولايات المتحدة فيما يخص إسرائيل تحديدا تتصرف عكس المصلحة الأمريكية لحماية أمن هذه الدولة التي لا تريد أن تعيش بسلام، خاصة وأن هناك يعني خطة
أمريكية ضخمة يتم الإعداد لها منذ سنوات أو عشرات السنوات فيما يعرف أنها صفقة القرن، تولت عليها الإدارات الأمريكية لمحاولة تمريرها في المنطقة العربية بشكل أو بآخر، ولكن في النهاية هي تتكسر هذه الخطة وتنهزم على صخرة الرفض المصري وعلى صخرة القوة المصرية التي لا تريد للقضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على حقوق الفلسطينيين، وهي دائما المدافع الأول عن إقامة الدولة الفلسطينية، وهي تساعد الفلسطينيين لمحاولة الحصول على حقوقهم المشروعة على مدار التاريخ. نعم دكتور إسماعيل، سؤالي الأخير، إسرائيل أيضا لم تخلو من المظاهرات، ولكنها مظاهرات لا تطالب بوقف إطلاق النار ولكن بالإفراج عن المحتجزين الرهائن لدى حماس. إلى أي مدى أيضا ساهمت هذه المظاهرات في الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الهدنة المؤقتة؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه إسرائيل نفسها أو المجتمع الإسرائيلي شهد تغير كبير في الفترة الأخيرة، وأصبح من يعني يتجه بشكل كبير نحو اليمين. يعني لم نعد نسمع عن اليسار وحمائم السلام واليهود الذين يريدون إقامة دولة فلسطينية، شاهدنا تعاقب على مدار الفترة الأخيرة وحتى في ظل الانقسامات الإسرائيلية الضخمة ما بين اليمين واليمين، يعني اليمين واليمين الأكثر تشددا، وبالتالي نتج عندنا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وبعتقد أنه كمان المجتمع الإسرائيلي شهد هذا التغيير نحو التطرف ونحو التعصب نحو حقوق اليهود بشكل أو بآخر. شفنا يعني تسليح المستوطنين بشكل كبير، قدرتهم على اقتحام منازل الفلسطينيين، وبالتالي أنا بعتقد أنه في الداخل الإسرائيلي رغم يعني هذا الاختلاف وهذا الانشقاق الذي سبق حتى عملية طوفان الأقصى، إلا أن الكل يؤيد القضاء على حماس، الكل يؤيد القضاء على الفلسطينيين، الكل يؤيد انتزاع الأراضي منهم، الكل يؤيد تدنيس المقدسات واقتحامات المسجد الأقصى طوال الفترة، حتى في كم المتطرفين اللي بيحاولوا يقوموا بأعمال استفزازية على مدار الوقت. أنا بعتقد أنه حتى المجتمع الإسرائيلي شهد تغيير كبير نحو التعصب ونحو التطرف، وبالتالي نحن بنشهد حكومة يمينية تمثل مجتمع يميني متطرف. وزي ما حضرتك قلت أنه المظاهرات لا تريد وقف إطلاق النار، ولا يعني حتى اهتزت بسبب كم القتلى من الأطفال والنساء، وهم الدولة التي تدعي الديمقراطية وتدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، بالعكس يعني يؤيدون القضاء على حماس والقضاء على الفلسطينيين برمتهم، هم يعني يتخذوا الأسرى الإسرائيليين ذريعة للضغط على الحكومة ومحاولة يعني إرجاعهم بأي طريقة. وده اللي قاله رئيس الوزراء أمس، قال إن احنا في مهمة مقدسة لإرجاع الأسرى، وبعد كده هنستمر في الحرب للقضاء على حماس وتنفيذ سلطاتنا الكاملة في القطاع. فأنا بعتقد أنه حتى المجتمع الإسرائيلي رغم مشاكله ورغم انشقاقاته الداخلية ورغم عدم رضا عن الحكومة ورغم النظر إلى أن نتنياهو قد يكون رئيس وزراء منتهي الصلاحية، إلا أن الكل يعني أصبح في اليمين المتطرف، الكل يطالب بالقضاء على الفلسطينيين وانتزاع الأراضي منهم وانتزاع حقوقهم. نعم أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا على هذا الطرح الدكتور إسماعيل تركي خبير العلاقات الدولية، كنت معانا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأيضا برحب بضيفتنا من القدس المحتلة الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. أستاذة رتيبة مرحبا بك. أهلا فيك وفي جميع مستمعينا. أستاذة رتيبة، أخيرا نجحت الجهود والوساطة المصرية والعربية في التوصل لهدنة لمدة 4 أيام، هي هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع منذ قرابة 50 يوم. من وجهة نظرك تعليقك على أهمية هذه الهدنة وتأثيرها على الأرض، كيف ستساهم هذه الهدنة في تخفيف المعاناة عن أهالي فلسطين؟
يعني أولا صباح الخير، نأمل أن تتم هذه الهدنة الإنسانية. هنالك تلقى من الجانب الإسرائيلي كل مرة لأسباب مختلفة. حتى اللحظة صباح اليوم أعلن أن تم تأجيل الهدنة وصفة تبادل الأسرى إلى غدا الجمعة، كان المفترض أن تبدأ اليوم، وقد تم إعلان الإدارة الأمريكية والجانب المصري والقطري بهذه التغييرات، وأرجعوا السبب بشكل أساسي إلى نقص في المعلومات الاستخباراتية لربما عن قائمة المنوي الإفراج عنهم من جانب المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، بينما هنالك أيضا من يتحدث عن رفع دعوة من قبل مؤسسة استيطانية لمحكمة العدل في المحكمة العليا في إسرائيل عفوا من أجل الاعتراض على قرار الحكومة في تنفيذ هذه الصفقة. وهنالك أيضا معلومات أن لربما الجيش الإسرائيلي لديه معلومات استخباراتية أو أهداف عسكرية يريد الانتهاء منها قبل البدء في فترة الهدنة المعلن عنها. نحن نأمل أن تدخل هذه الهدنة في أسرع وقت ممكن إلى حاجز التنفيذ، لأنها ستسمح بدخول الإغاثات. فقدنا الاتصال بالأستاذة رتيبة النتشة، سنحاول الوصول إليها مرة أخرى. نكمل أخبارنا في هذه الفقرة من هذا الصباح، حيث استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بجراح إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو سكندر الواقعة شمال قطاع غزة. يذكر أن حصيلة عدوان إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تقترب من 14 ألف شهيد، غالبيتهم أطفال ونساء. عادت إلينا مرة أخرى الأستاذة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. مرحبا بك مجددا أستاذة رتيبة. أهلا فيك. يعني بعرفش أني لحظة قطع الاتصال تماما، ولكن بعجالة هنالك إعاقات في إتمام صفقة تبادل الأسرى لعدة أسباب، من بينها اعتراضات لمؤسسات صهيونية، من بينها أيضا أهداف عسكرية أو تريد إسرائيل تنفيذها قبل البدء في هذه الهدنة. إن حال تمت هذه الهدنة سيكون هنالك مجال لإدخال الإغاثات الإنسانية الطارئة التي يحتاج إليها قطاع غزة بشكل كبير جدا، بالأخص في مناطق الشمال المحرومة من عمليات الأونروا أو عمليات الإغاثة بشكل كامل، حيث يتواجد حوالي 800 ألف شخص ما زالوا في شمال قطاع غزة محرومين من كل وسائل الحياة بمعنى الوقود، وقد نفد تقريبا الغذاء لديهم. هذه الهدنة الإنسانية أيضا ستسمح بدخول طواقم طبية ومعدات طبية لمحاولة مساعدة وإغاثة من يستطيع أيضا من الجرحى الذين بحاجة إلى علاج سريع جدا وعمليات جراحية سريعة جدا أيضا وتلقي العلاج فيك. يعني بعرفش أني لحظة قطع الاتصال تماما، ولكن بعجالة هنالك إعاقات في إتمام صفقة تبادل الأسرى لعدة أسباب، من بينها اعتراضات لمؤسسات صهيونية، من بينها أيضا أهداف عسكرية أو تريد إسرائيل تنفيذها قبل البدء في هذه الهدنة. إن حال تمت هذه الهدنة سيكون هنالك مجال لإدخال الإغاثات الإنسانية الطارئة التي يحتاج إليها قطاع غزة بشكل كبير جدا، بالأخص في مناطق الشمال المحرومة من عمليات الأونروا أو عمليات الإغاثة بشكل كامل، حيث يتواجد حوالي 800 ألف شخص ما زالوا في شمال قطاع غزة محرومين من كل وسائل الحياة بمعنى الوقود، وقد نفد تقريبا الغذاء لديهم. هذه الهدنة الإنسانية أيضا ستسمح بدخول طواقم طبية ومعدات طبية لمحاولة مساعدة وإغاثة من يستطيع أيضا من الجرحى الذين بحاجة إلى علاج سريع جدا وعمليات جراحية سريعة جدا أيضا وتلقي العلاج فيك. يعني بعرفش أني لحظة قطع الاتصال تماما، ولكن بعجالة هنالك إعاقات في إتمام صفقة تبادل الأسرى
لعدة أسباب، من بينها اعتراضات لمؤسسات صهيونية، من بينها أيضا أهداف عسكرية أو تريد إسرائيل تنفيذها قبل البدء في هذه الهدنة. في حال تمت هذه الهدنة سيكون هنالك مجال لإدخال الإغاثات الإنسانية الطارئة التي يحتاج إليها قطاع غزة بشكل كبير جدا، بالأخص في مناطق الشمال المحرومة من عمليات الأونروا أو عمليات الإغاثة بشكل كامل، حيث يتواجد حوالي 800,000 شخص ما زالوا في شمال قطاع غزة محرومين من كل وسائل الحياة، بمعنى الوقود، وقد نفد تقريبا الغذاء لديهم. أستاذ رتيبة، الإنسانية أيضا ستسمح بدخول طواقم طبية ومعدات طبية لمحاولة مساعدة وإغاثة من يستطيع أيضا من الجرحى الذين بحاجة إلى علاج سريع جدا وعمليات جراحية سريعة جدا أيضا وتلقي العلاج فيه. يعني بعرفش أني لحظة قطع الاتصال تماما، ولكن بعجالة هنالك إعاقات في إتمام صفقة تبادل الأسرى أشكرك فينا. شكرا جزيلا الأستاذة رتيبة النتش، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. وفي مدينة نيويورك قال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا بالأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع بالشرق الأوسط إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام المقاومة الفلسطينية للمستشفيات بقطاع غزة لأغراض عسكرية. سمعنا مزاعم حول مواقع قيادة حماس ومخابئ يفترض أنها موجودة فيها، لكننا لم نرى حتى الآن أدلة مقنعة على ذلك. إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة حماس للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية. الإصابات وعمليات القتل الجماعية للأطفال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات والتي أدت إلى مقتل الأبرياء، تثير قلقا بالغا. من جانبه قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه بحرية وكرامة ولن يقبل أبدا بالتهجير. 1.7 مليون فلسطيني في غزة نزحوا قسرا من منازلهم، هذه جريمة ضد الإنسانية. قالت إسرائيل إن هدفها هي الأمن، ولكن لم تستطع إخفاء خططها الحقيقية وهي التهجير القسري للفلسطينيين. هذه نوايا بدأت بتلميحات ثم أصبحت صريحة في مقابلات ومذكرات ومقابلات صحفية كتبها كبار مسؤوليهم. القيادات الإسرائيلية تحدثت عن إعادة التوطين الطوعي، هذا هو الاسم المشفر للتهجير القسري. مرحب بضيفي عبر الهاتف من رام الله الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى السابق. دكتور أشرف مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. بعد قرابة 50 يوم بتنجح الجهود الدولية والوساطة المصرية في التوصل لهدنة لمدة 4 أيام لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، من وجهة نظرك هل نستطيع أن نعتبر أن هذه الهدنة المؤقتة رغم التصريحات الإسرائيلية بمواصلة القتال، ولكن هل يمكن أن نعتبرها بداية جديدة لمرحلة من المفاوضات التي ربما قد تفضي لوقف دائم لإطلاق النار؟ يعني هذه الهدنة مهمة جدا، لأنه قرار مجلس الأمن يتحدث عن هدنة إنسانية ممتدة، وربما تكون هذه البداية لتطبيق قرار مجلس الأمن. إسرائيل تقول طوال الوقت أنها لن تتوقف عن حربها على غزة حتى بعد أن يتم يعني إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفي اللحظة التي تنتهي فيها الهدنة تستأنف العمليات الحربية والعدوان بكامل الزخم والقوة على قطاع غزة، هذا تعهد الحكومة الإسرائيلية. ولكن عندما تكون هناك هدنة وبعد ذلك هدنة وبعد ذلك هدنة، ربما يقود هذا إلى آلية لتفعيل وتمديد هذه الهدنة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار حسب ما تطالب به
يعني الأمة العربية، الدول العربية الشقيقة والعالم كله ومجلس الأمن وكل الجهات الدولية المعنية بوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الإسرائيليون يخشون فعلا من الهدنة الإنسانية، ويعتقدون أن الجيش عندما يتوقف لفترة طويلة عن العمليات الحربية سيكون من الصعب عليه استئنافها بنفس القوة والزخم الذي يسبق الهدنة. ولهذا السبب كانت هناك معارضة ونقاش حاد داخل المجلس الوزاري حول الموافقة على إطلاق جزء من الرهائن والأسرى الإسرائيليين مقابل هدن إنسانية. ولهذا السبب هناك ثلاث وزراء صوتوا ضد هذه الصفقة إن شئنا. ولكن ما يرجوه الفلسطينيون والأشقاء العرب هو أن تكون هناك مفاعيل للهدنة تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال إن عملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن لن تتم قبل غدا الجمعة. هل هذه نوع من أنواع المماطلة الإسرائيلية المعتادة؟ يبدو أن هناك خلاف في وجهات النظر حول يعني الآليات المعتمدة في الهدنة، يعني ما الذي سيحصل خلال الهدنة، كيف يمكن نقل المواد الغذائية، سلوك الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة التي توقف فيها النار. يعني هناك بعض المسائل. إسرائيل تقول أن حماس أرادت إدراج بعض التفاصيل غير الواضحة وغير المتفق عليها في الهدنة، ولا أحد يدري من الذي يؤخر فعليا يعني توصل إلى وقف إطلاق نار. بس ولكن في نهاية المطاف إسرائيل أكثر طرف معني بتعطيل التوصل إلى هدنة في سبيل يعني تحقيق إنجازات أكبر على الأرض، خاصة في منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة، المناطق التي تقوم فيها بعمليات برية وعمليات تدمير وإبادة جماعية. إسرائيل تريد كسب المزيد من الوقت، لأنه تعتقد أنه كلما زاد الضغط على حركة حماس كلما كانت شروط الهدنة أفضل من وجهة النظر الإسرائيلي. نعم، فشل إسرائيل على الأرض حتى الآن في تحقيق أي من أهدافها أو إثبات أي من مزاعمها، إلى أي مدى ساهم هذا في الضغط على الولايات المتحدة وأيضا الجانب الإسرائيلي في الموافقة على هذه الهدنة؟ يعني فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، هناك ضغوط خائلة من الرأي العام الأمريكي على إدارة الرئيس جو بايدن، لدرجة أن استطلاعات الرأي تقول أن غالبية الجمهور، وبعضهم يقول 56% من الجمهور الأمريكي، يعارض السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل بدون تحفظ في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ويطالبون بوقف إطلاق النار. وهناك طبعا نسبة عالية جدا، حوالي 70% من الشبان الأمريكان بين سن 18 عاما و34 عاما، يعني هؤلاء يعارضون تماما السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس بايدن، وهذا يؤثر على مستقبل الرئيس بايدن في الانتخاب لولاية قادمة، وأيضا على مستقبل الحزب الجمهوري. ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية معنية جدا بالتوصل إلى هدنة إنسانية، حتى تقول أنها تراعي الجانب الإنساني فيما تقوم إسرائيل بحربها الشعواء المدمرة والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. على المستوى الإسرائيلي، في الواقع إسرائيل معنية باستمرار الحرب، لأنها لم تحقق يعني نجاحات تذكر أو يمكن تسجيلها أمام الرأي العام في سبيل تحقيق الهدفين اللذين أعلنا للحرب، وهما تحرير يعني المختطفين أو الرهائن أو الأسرى كما تشاء الموجودين في قطاع غزة، ومن جانب آخر القضاء على حركة حماس.
يعني هذان الهدفان لم يتحققا ولم تنجح إسرائيل في حتى في إنجازات تذكر أو جدية على في الطريق لتحقيق هذين الإنجازين. ولهذا السبب إسرائيل معنية بالاستمرار بالحرب علها تحقق شيئا عن صورة للنصر على الأقل ولو مرحليا. أشكرك شكرا جزيلا في النهاية الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى السابق، كنت معي عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طول كرم ومدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. ومنذ 7 أكتوبر الماضي استشهد أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. بثمانية شهداء ارتقوا الأربعاء ترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى 226 منذ 7 أكتوبر الماضي. أحدث الشهداء هو الفتى الفلسطيني معتز أنس البالغ 16 عاما حين اقتحمت قوات الاحتلال قرية بورين في نابلس شمالي الضفة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباح الأربعاء ارتقاء 6 شهداء في طول كرم شمالي الضفة إثر اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، كما استشهد فلسطيني في بلدة عزون شرقي قلقيلية. وأبلغ الهلال الأحمر الفلسطيني عن نحو 30 إصابة بعضها بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من الضفة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى مخيم طول كرم الذي اقتحمته. وواصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، إذ اقتحمت قسم الطوارئ بمستشفى ثابت الحكومي في طول كرم، كما حصرت مستشفى الإسراء التخصصي، كما اقتحمت قرية عنين غربي جنين ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسية واعتقلت مواطنين من بلدة ترقمية غربي الخليل. واندلعت إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين. وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. وقالت كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم ما أدى إلى اعطابها، كما أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم بمحور البلونة وحققوا إصابات فيها. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا، ما يرفع عدد معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 3035 معتقلا. دي كانت مجموعة من الأخبار والتقارير والمتابعات لآخر تطورات في قطاع غزة في نصف الحلقة الأول من هذا الصباح. على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء، والزميل شهاب شعلان، فابقوا معنا.